طيب راح نحكي بمقطع اليوم عن قصة أخطر أو أقوى هاكر عربي على الإطلاق والمصنف من أقوى 10 هاكر في العالم، واللي هي قصة الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج. ومو بس هيك، راح نحكي عن أشياء غريبة ظهرت الفترة الأخيرة وهل فعلا تم إطلاق سراحه أو لا. كل هذا الإشي راح نحكي عنه بمقطع اليوم، فخلينا ندخل على المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وأنا السيوف ومقطع جديد. طيب أنتوا تعرفوا أنه المقطع اللي قبل الماضي طلبت منكم 100,000 لايك ونجيب قصة حمزة بن دلاج أو الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج. أنتوا شو عملتوا؟ أنتوا بأقل من 22 ساعة وصلتوا المقطع أكثر من 100,000 لايك. شكرا لكم، وبصراحة أنا ما كنت متوقع هذا الإشي، لكن أنتم هيك صدمتوني فجأة فجبت لكم القصة الآن. والله أنا كنت بجهز لكم قصة لأخطر 10 هاكرات على مستوى العالم، لكن لما صدمتوني خليتوني مباشرة أروح أبحث عن قصة حمزة بن دلاج وأحكي لكم إياها بالتفصيل. فبرضو هذا المقطع أول ما يصل 150,000 لايك نجيب لكم أخطر 10 هاكر على مستوى العالم. وما بدي أطول عليكم بالكلام، إذا مو مشترك اشترك فعل زر التنبيهات تشرفني بالقناة، يوم ورا يوم عندنا مقطع جديد. وخلينا نبدأ بالقصة لأني متحمس أحكي لكم إياها. طيب حمزة بن دلاج الهاكر العربي المبتسم والشاب اللي يعتبر أسطورة عند الشعب الجزائري، وتوقع مو بس عند الشعب الجزائري، لا حتى عند الشعب العربي، لأنه الأشياء اللي عملها أشياء كبيرة راح نحكي عنها. وبرضه حمزة بن دلاج يعتبر قدوة في عالم الهاكر أو بعالم احتراف الحاسوب زي ما يحكوها. طيب انولد حمزة بن دلاج عام 1988 بالجزائر، وتخرج من جامعة باب زوار للتكنولوجيا. واللي ما بعرف، حمزة بن دلاج كان متخرج تخصص مهندس إعلام آلي وتخرج بعام 2008. وأعرف أول سؤال راح تحكوه، مهندس إعلام آلي شو دخلها بالهاكر؟ نعم يا أخوان، تخصص حمزة مو نفس الإشي اللي هو يحبه وشغفه. فحمزة لما دخل عالم الهاكر دخله من شغف وحبه لهذا الإشي، يعني دربه على الإنترنت، كان يبحث ويدخل منتديات ويتعلم هون ويتعلم هون، والإنترنت ما خلى إشي صعب. وبعد ما قوى خبرته حمزة بعالم الحواسيب قرر إنه يأخذ دورة مدتها 3 سنين، واللي هي تعلم فيها إنه كيف يتم تطوير الحواسيب ومنها لغة البرمجة اللي كنا نعرفها الخاصة بالحواسيب. فهذا الشخص حتى وصل للمرحلة اللي هو فيها انه يقدر يهكر اقوى بنوك العالم واقوى مواقع العالم، اجت مش من عبث، اجت من دراسة وتعب بالبداية. المهم بعد ما اخذ الدورة هاي حمزة بن دلاج واللي هي قاعدة 3 سنين، هون كانت بداية انطلاقته. طيب انطلق حمزة بن دلاج الى عالم الهاكر الاخلاقي، واللي كانت بدايته انه يقوم باكتشاف ثغرات داخل مواقع محلية او مواقع صغيرة حواليه. كيف يا مهند؟ هسه راح احكي لك. لما يكتشف ثغرة بالموقع يجي يجيب الثغرة هاي، يروح على صاحب الموقع او صاحب المؤسسة ويقول له هون في ثغرة عندك وانا اقدر اصلح لك اياها، وياخذ على هذا الاشي بالمقابل مبلغ بسيط. يعني مو بسيط هو، بس بالنسبة للخسائر اللي كانت راح تصير لو ما اكتشف له اياها يعتبر بسيط. فهاي كانت وظيفته المبدئية لحمزة بن دلاج. وطبعا تعرفوا شو الصدمة؟ انه حمزة بن دلاج كان من عائلة فقيرة جدا، يعني كان سكان شوارع فقيرة بالجزائر، ولكن قدر انه يطور نفسه ويدور قدراته بعالم البرمجة. وبنفس الوقت هو كان يعشق الاشي اللي يعمله، فهمتوا؟ يعني كانت زي هواية له، فهمتوا علي؟ لانه كان يحكوا عنه انه كان يقعد على الحاسوب باوقات يعني توصل مثلا 24 ساعة متواصل، يعني باوقات مجنونة، فهمتوا علي؟ المهم لسه هاي كان كل الكلام مقدمة لحمزة بن دلاج. بعد فترة من الزمن حمزة بن دلاج طور نفسه بشكل كبير، وصل لمرحلة انه يكتشف ثغرات بالبنوك العالمية. وهاي البنوك العالمية لما كان يكتشف فيها ثغرات كان يستلم مبلغ بما يقارب من 50 ل 150,000 دولار. وهون تبتدي القصة اللي تم القاء القبض عليه فيها، واللي هي لما قام حمزة بن دلاج باكتشاف ثغرة مشتركة بين 200 بنك، وهذول البنوك متوزعات بجميع أوروبا. المهم هون حمزة بن دلاج غلط، بدل ما راح بلغ الشركة أو البنك عن الثغرة الموجودة عندهم، قرر إنه يحول مبلغ من البنوك على حساب تايلاند. وفعليا حول مبالغ كبيرة على تايلاند، ومن الحساب اللي حوله لتايلاند قام بالتبرع مبالغ كبيرة لفلسطين ومنظمات خيرية، وكمان قام بتبرع للجزائر. لكن للأسف تم استرجاع هاي المبالغ من الشرطة، فرجعوا كل المبالغ اللي قام بالتبرع فيها. وهون تبتدي حبكة الشرطة. تقول لي يا مهند اكيد انتو هسه اول اشي يخطر ببالك انه الشرطة، طيب ليش ما وقفت الحساب اللي بتايلند واخذت المصاري اللي بيه؟
هون الشرطة قررت انها تخلي المصاري اللي موجودة بالحساب اللي بتايلند عشان تراقبه وتعرف مين صاحبه، او بالاحرى عشان تلقي القبض على حمزة بن دلاج، لانه ما كانوا يعرفوه ولا كانوا يعرفوا اي اشي عنه، لانه بكل بساطة اي هاكر محترف بهذا المجال اكيد ما راح يدخل بحسابه ولا راح يدخل بدولته ولا راح يدخل بالاي بي تاعه. هذول الهاكر عالم يا اخوان وسيع وسيع اكبر ما تتصور، يعني يروح يدخل لحساب المانيا ومن المانيا يدخل بحساب فرنسا ومن فرنسا يدخل بحساب اي بي من دولة ثانية عشان صعب يترقبوا، فهمتوا علي؟ فالهاكر صعب انك تمسك فيهم. المهم زي ما قلت لكم الشرطة خلت الحساب اللي بتايلند وخلت المصاري اللي بيه وشغلت المراقبة عليه، انه لو يطلع منه قرش مباشر يوصل انذار للشرطة ويعرفوا انه هذا الحساب طلع منه كذا بالوقت كذا من الفرع كذا وتم مراقبته بشكل كامل. فهون الشرطة تستنى بس صاحب الحساب يجي على تايلند ويسحب اي مبلغ عشان يمسكوه او يعرفوا مين هو. والله فعليا بعد 3 سنين عن القصة هاي قرر حمزة بن دلاج انه يسافر لتايلند. فعليا قام حمزة بعد 3 سنين، يعني المفروض انه يكون رايح الموضوع وزم اغراضه وطلع على تايلند برحلة سياحة او اجازة صيفية. اول ما وصل تايلند حمزة بن دلاج قعد قام استخراج هوية مزيفة، قام بعمل هوية جديدة له لانه هسه المفروض يروح لاي اي تي ام ويسحب من الحساب تاعه، لانه هو كان مراقب الحساب هو ببلده، يعني 3 سنين هاي وكان مراقب الحساب انه الحساب ما تغير عليه اي اشي وما انسحب منه اي مصاري وكان بمبلغ 20 مليون. فهو كان مطمن من هاي الناحية انه المبلغ موجود صار له 3 سنين، فاكيد الشرطة ما اكتشفته ولا عندها اي علم فيه. وفعليا حمزة بن دلاج عند اول اي تي ام قام سحب مبلغ مالي صغير عشان يجرب انه الحساب ما في اي مشكلة بالسحب، ولكن للأسف ما كان يعرف هو انه الحساب مراقب. واول ما تم سحب المبلغ الصغير هذا من الحساب المراقب هذا تم تصوير حمزة بن دلاج، ومباشرة اجى انذار للشرطة انه الحساب اللي مراقب من 3 سنين انسحب منه والشخص هيو بالمكان الفلاني. فمباشرة الشرطة تحركت لمكان السحب او المكان اللي سحب منه حمزة بن دلاج المصاري، وراجعت الكاميرات كلها وتعرفت على شكله 100%، وعرفوا انه صاحب الحساب هو حمزة بن دلاج لكن باسم وهوية جداد. وبهي خلاص ما في مجال انه يهرب حمزة بن دلاج، لان الشرطة صار معها صورة عنه واسمه وكل اشي، واصلا ما راح يقدر يسافر برا البلد لانه تم التعميم على صورته بجميع انحاء البلد، لانه فعليا حمزة بن دلاج كان مصنف من اخطر 10 هاكرز على مستوى العالم، واتوقع اول 3 بالنسبة للFBI. فتم نشر صوره، اول ما نشر الصور نشروها بالمطارات عشان مستحيل يطلع. وطبعا شوف الذكاء، ما صاروا يطاردوه بالشوارع انه يتنقلوا من كاميرا لكاميرا ويعرفوا وين راح، لا تركوه على راحته وخلوا حمزة بن دلاج ولا كأنه مراقب، يعني حمزة بن دلاج اصلا ما كان عارف انه مراقبينه. وفعليا اول ما دخل المطار حمزة بن دلاج تم القاء القبض عليه، وبلحظة القاء القبض عليه في صور كثير انتشرت وكلنا شفناها واللي هو كان يضحك فيها، وهذا الكلام كان بعام 2013. وحتى القاء القبض عليه كان تعاون مشترك بين الانتربول الدولي وتايلند، يعني متخيلين قدي كان بالنسبة لهم خطير. المهم تم اعتقاله وتوريطه بتهمة اختراق حسابات بنكية والتسبب بخسائر كبيرة للبنوك، يعني قضية كبيرة. وشو الاشي كمان اللي اثبت عليه غير انه سحب من البنك، انه لما القوا القبض عليه كان بحوزته جهاز حاسوب وشريحة هاتف تعمل على الاقمار الصناعية، لانه هاي الشريحة من المستحيل انك تقدر تتعقبها، وهاي الشريحة تعتبر مخصصة لرجال الاعمال ورجال العصابات والملوك، يعني ناس كبيرة جدا. وغير السيديهات اللي مسكوها معه واللي بعد ما فتشوها وشافوها يعني اثبتوا عليه قضية بالكامل. وبعد ما مسكوه بالعاصمة بانكوك اجت امريكا واخذته ونقلته لجورجيا بامريكا. طبعا انا مصدوم انه ليش تم نقله لامريكا، ليش ما رجع للجزائر وانسجن بالجزائر؟ بصراحة غريب، اذا في شخص دارس قانون يكتب لنا شو السبب بالضبط. والصدمة يا اخوان انه لما القوا القبض عليه بال2013 اخفوا خبر القاء القبض عليه تماما لمدة 2، يعني ما اعلنوا ولا جابوا اي خبر انه تم القاء القبض عليه غير بعد 2، يعني بال2015. طبعا هذا الاشي لسبب هسه راح نحكي عنه، واللي هو كانوا مرتبين انهم ينشروا بالاخبار اكاذيب واشاعات عن حمزة، يعني هي مو فيه بس هم كانوا يحطوها عشان ما يعتبروا العرب بطل، لا يعتبروا انه شخص حرامي، فهمتوا علي؟ يعني كانوا متقصدين انهم ينشروا اكاذيب واشياء كثيرة كذب عنه. وفعليا زبطت معهم لانه كانت تنتشر اشاعات ايامها بشكل مو طبيعي،
اللي كان يقول لك مثلا تم اعدامه، واللي كان يقول لك انه كان يسرق من جميع الدول. يعني كانت اكاذيب مرتبه منهم وكانوا ينشروها بالاخبار. طبعا غير انه عيلته الله يعينها يعني ما كان عندها اي خبر فيه ولا كانوا يعرفوا وينه، والله يعينهم. كانت تنتشر ايامها اشاعات كبيره، وانتشر اشاعه انه تم اعدامه، فعيلته كانت تمر بظروف صعبة جدا. فعليا بعدها تم الحكم على حمزة بن دلات بالسجن 15 سنة، واللي هي من 2013 المفروض ل 2028 ويطلع. وحتى هو بالسجن حمزة بن دلات قام تقديم طلبات كثيرة بأنهم يعيدوا النظر بقصته أو بقضيته، لأنه كان منكر أنه هذه الأشياء عملها، وأنكر كل الدلائل على الرغم من أنه كان يعني الأشياء موثوقة. فهمت علي؟ أنه كانوا مصورينه وكانت معه شريحة وكان معه سيديهات دل على الهاكر والاشياء هاي، فكان مثبت عليه. فهمتوا علي؟ ولما عجز حمزه بن دلات منهم انه يعيدوا النظر بقضيته، قال لهم طب ماشي انا بدي طلب واحد بس، انه انقلوني من امريكا على الجزائر على بلدي، خليني اشوف اهلي، خلي اهلي يزوروه اقلع. فهمتوا علي؟ وهذا الاشي اللي انا مستغربه صراحه، انه كيف انسجن هناك؟ ليش ما انسجن ببلده؟ في الموضوع انا كمهند ما عندي علم فيه، اذا انت وفي ناس منكم دارس هاي الاشي دراسه يكتب لنا ليش انسجن بامريكا، بصراحه عندي فضول اعرف. وفعليا حمزه بن دلات من 2015 تقريبا للان ما طلع باي تقرير ولا سمحوا له يظهر اي وسيله، حتى اهله ما يقدروا يزوروه. فبصراحه قضيته كمان تعتبر غامضه، على الرغم من انه في ناس كانت تطلع اشاعات على انه تصفي له صور وهو بالسجن وعمل لقاء وهو بالسجن، لكن كل المواضيع هاي كذب، وما طلع باي لقاء ولا باي صوره حمزه بن دلات من سنه 2015. ولكن اخر خبر تم نقله عنه انه تم نقله من سجن جورجيا، هو الان بسجن بكاليفورنيا. فهذا اخر خبر عنه، وما لنا غير اننا نستنى سنه 2028 اللي هو المفروض انه يتم اطلاق سراحه فيها، والله رايحين لسنة 2028. وأتوقع فيك نكون حكينا القصة كاملة بالتفصيل وانتهى مقطعنا اليوم. أتمنى أن المقطع نال إعجابكم، المقطع أخذ وقت كثير 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 بالبحث والتحري. أتمنى أنه عجبكم وما تقصروا معي بزر اللايك، لأنه هو أكثر إشي لما أشوف كومنت حلو ولايك عدد لايكات عالي هو يبين لي أنه عجبكم المقطع، ويعطيني حماس أني أجدد لكم وأجيب لكم مقاطع زي هيك. فلا تقصروا معي، شكرا شكرا شكرا. والله العظيم مشكلتي اضل اشكركم دائما، بس يا اخوان انتم ايش قاعدين تقدموا لي اشي كثير كبير بالفتره الاخيره، الله يسعدكم جميعا. واعرف بنهايه المقطع انتم راح تتركوا كل المقطع وتسالوا عن هاي الشغله، صح؟ فانا راح احط لكم بالاي كارد فوق قصه عمليتي او قصه كل اشي عني، روحوا شوفوا القصه عشان ما تسالوا اي سؤال. وبس هيك انتهى مقطعنا، اشوفكم باذن الله بعد بكره السبت بمقطع جديد. فأترككم بحفظ الرحمن من هون ليوم السبت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه. 45 دقيقة من الكلام. Oh my God.